مع اقتراب شهر رمضان يزداد الإقبال على الأسواق لشراء كل شيء، ما يجعل الأسعار ترتفع بشكل رهيب، مشهد يتكرر كل سنة. رغم تطمينات وزارة التجارة بوفرة المواد الغذائية الأساسية، فالمخازن مملوءة بالحبوب، كما سيتم ضخ كميات كبيرة من اللحوم وغبرة الحليب. نتكلم عن اللحوم البيضاء، فيه ضخ شهريا ما يزيد عن 54 ألف قنطار من اللحوم البيضاء، يعني الدجاج. فيه ضخ أيضا شهريا ما يزيد عن 252 ألف قنطار تاع اللحوم الحمراء. بالنسبة للحليب، الحليب أيضا يعني الجاف اللي ننتج به يعني مادة الحليب يعني المبستر منزوع الزبدة جزئيا، فيه أيضا كمية أي ضخ الديوان الوطني شهريا ما يزيد عن 14500 يعني طن. من جهة أخرى، يشهد المجال الفلاحي وفرة في الخضر والفواكه الموسمية، فالطماطم والجزر والبصل والكوسة والبرتقال والتمر متوفرة هذه السنة وبأسعار معقولة. يسأل المواد يعني تاع الخضر والفواكه، الخضر أن الإشارة أن هذه المواد يعني الآن نحن في موسم فلاحي. موسم فلاحي وجميع المنتوجات الفلاحية هي متوفرة وموجودة بكثرة، من بطاطس، من طماطم، من خضر يعني من بصل أخضر، من فواكه أخرى، حتى يعني البرتقال والتمر إلى غير ذلك، هي متوفرة وموجودة يعني بكثرة في السوق. رغم تطمينات الجهة الوصية ووفرة كل المواد الغذائية الأساسية، إلا أن الأسبوع الأول لشهر رمضان كل سنة يستحق بجدر اسم أسبوع اللهفة والجشع، فالأسعار تصل لمستويات قياسية لتعاود الانخفاض بمجرد مرور بعض الأيام.